هذا وأكد سعادة السفير مصطفى بن خيي سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أهمية هذه المناسبة الوطنية المجيدة لجميع المغاربة، وخلال لقاء في برنامج خاص يبثه تلفزيون البحرين في تمام الساعة 9:30 من مساء اليوم، نوه بن خيي بما وصلت إليه العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين من تطور وتقدم في كافة المجالات. العلاقات المغربية البحرينية هي علاقات كانت دائما متميزة جدا، لأنه كانت تحظى دائما برعاية متميزة جدا من قيادة البلدين. الآن ما نلاحظه وما نسجله وهذا الاهتمام وهذا الرعاية والعناية الكبيرة اللي كيوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظهم الله لهذه العلاقة، وهما كتربطهم أواصر أخوة ومحبة واحترام وتقدير كبير. العلاقات البحرينية المغربية هي علاقات متينة تتطور بهدوء بثبات، والبلدان تحدوهما رغبة وإرادة في الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية متكاملة ومنسجمة.